من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح ينضم إلينا من هناك مراسل الحدث أحمد حرب ليطلعنا على تفاصيل خروج من سمح لهم بالخروج، وأيضا إذا كان لديك معلومات عن الاستهدافات الإسرائيلية بالقرب من المعبر. تفضل أحمد. نعم تهاني، نتواجد في معبر رفح في الصالة الفلسطينية من الجانب الفلسطيني، حيث يوجد، سوف أترك الصورة تأخذ بعض المشاهد للرعاية الأجانب الذين توجهوا منذ صباح اليوم إلى معبر رفح للخروج إلى جمهورية مصر العربية. خرج حتى اللحظة تهاني 200 مسافر، أغلبهم من الرعاية الأجانب، خرجوا باتجاه الصالة المصرية، وبالتالي هناك عدد ينتظر الأسماء من أجل خروجهم إلى الجانب المصري. حتى هذه اللحظة هناك أكثر من 30 جريح أيضا سوف يأتون إلى المعبر، لكن حتى اللحظة لم يسمح لهم بالخروج من قطاع غزة باتجاه المستشفيات المصرية. خلال الساعات القادمة سوف يكون هناك خروج لهم من قبل الجانب المصري. حتى اللحظة الخروج هو للرعاية الأجانب وللجنسيات الأمريكية الذين يحملون مواطنين فلسطينيين من قطاع غزة، يحملون الجنسية الأمريكية وأيضا بعض الجنسيات الأخرى. كما تشاهدي في الصورة هذه يعني الكثير من المواطنين هنا وأيضا خارج هذه الصالة، هناك المئات ينتظرون أسماءهم حتى يخرجوا باتجاه جمهورية مصر العربية. معي هنا أحد المواطنين الذين يعني ينتظرون أسماءهم، يعطيك العافية. السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى السلام للجميع في القطاع. حالياً أنا حالياً بستنى دوري أنه يطلع على مع الجانب الفلسطيني أنه نطلع للجانب المصري. هناك مشكلة كبيرة من وزارة الداخلية الأمريكية في عملية تنسيقات الأسماء. حالياً اسمي واسم زوجتي موجودين، لكن عندي بناتي تنتين وولدي أسماءهم لم يطلع الكشف، فهذه أدت إلى تأخيرنا في الدخول إلى الجانب المصري. وهناك سواء أنت من أي ساعة لك جيت هنا على الصالة المصري؟ أنا كنت من هنا الساعة 8:30 صباحا، حاليا إن يعني كذا ساعة ننتظر أن يتدخلون من وزارة الخارجية الأمريكية، تتدخل من ناحية من إيش تعطي كشف الأسماء كلها كاملة لكل العائلات. طبعا هناك كذا عائلة في نفس المشكلة اللي أنا موجود فيها، إنه الأم والأب يكونوا أسماءهم موجودين بس لكن الأبناء لا، أو يكون الأبناء والأم والأب لم يكون موجودين على الكشف. فهذا عملية تفريق بين ولي الأمر والأم والأب بين الأولاد، إنه ما إحنا ما بنقدر نخلي أولادنا ورانا أو هم يطلعوا بدوننا، فلازم العائلة تطلع كعائلة يعني لسلامة الجميع. فهناك ضرر كبير علينا جدا من وزارة الخارجية أنه ما أدوا الواجب أو الطريقة الصحيحة أنه يحطوا الأسماء كاملة كشف عائلي. لكن الآن هذه المشكلة، الآن أنا شفت أنه الجانب الفلسطيني عم بياخذ أسماءكم عشان يحل المشكلة. نعم، نحن بنشكر الجميع هنا في الجانب الفلسطيني انه اخذوا اسماءنا ويحاولون ان يبعثوا للجانب المصري. على هذا الطبع ربما انه اسامينا تطلع كلنا على اخر اليوم. نعم. بس هذا ادى الى تاخير، يعني ربما يكون عندك طفل مثل هذا وخصوصا انه مريض وبده عنايه. نعم احمد، حاليا انه خلال الثلاث ايام اللي فاتوا، ف احنا بنحاول انه ايش ان نطلع معهم. شكرا لك، يعني وضحت الصوره فيما يتعلق بالمعاناه. تهاني، هذه كانت صوره المشهد هنا على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، المئات تنتظر دورها بالخروج من قطاع غزه، خاصه اصحاب الجنسيات الامريكيه وبعض الجنسيات الاخرى الاجنبيه. حتى هذه اللحظه الخروج ما زال مستمر، وفتح معبر رفح لليوم الثاني على التوالي لخروج الرعايه الاجانب وايضا خروج المصابين من داخل مستشفيات القطاع. شكرا من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح مراسل الحدث أحمد حرب.